ما قدمتموها للديوثيين على رأس المنصة في موازين، أهنتم العلم المغربي. يا من يطالبون برفع العلم المغربي، لقد أهنتم العلم المغربي عندما منحتموه للديوثيين الذين صعدوا منصة موازين معروفين بالشذوذ الجنسي، ومنحتموها فرفعوها على أكتافهم. لو أنكم تحترمون فعلا الراية، لو أنكم فعلا تحترمون هذا الوطن، لما سمحتم لموازين الذل والعار والذي جمع مجموعة من المرتزقة. إذن احترموا العلم، احترموا العلم، فالعلم هو ممثل الشعب. العلم ما يقولك يمثل الشعب الآخر، هذا علم المغرب، هذا علم إسبانيا، هذا علم ألمانيا، علم كذا. إذن عيب وعار تتكلموا بهذه الطريقة العيشة. كيفاش غادي تتضامن معايا أنا؟ أنت أصلا خصك شكون غادي يتضامن معاك؟ خصك تحرر من العبودية. أنا ما نرضاش نشوف البنات في الإمارات، أنا ما نرضاش نسمع على أنه كاينين بنات مغربيات في الإمارات السبب ديالهم هو الجنس. علاش؟ لأنه الله يحسن الأعوان، الدولة ما وفرتش ليهم، الدولة ما عطت لهمش، الدولة احتقرتهم، الله يحسن الأعوان ديالهم. علاش؟ هادو ما لقاوش الخبز سخون في بلادهم، بينما الوزير يتقاضى 7 ملايين. ناهيك على السرقة، ناهيك على اللصوصية. واش بغيتيني نوقف لكم الماء في الركابي العياشة؟ واش بغيتيني نمرضكم نفسيا العياشة؟ تانتوما عياشة مرض، الوعي فيكم ناعس في البيت حدا مو با وخته وكذا وكذا، العياشة، ومازال كتهضروا، مازال كتهضروا كتكلموا. لو أن لكم ذرة من الوطنية في قلوبكم لانتفضتم ضد الفساد والمفسدين، ولا حسبتم الدولة على سماحها لبنات المغرب، مع احترامي للشريفات العفيفات اللي كاينين كيتواجدوا في الإمارات اللي الله يحسن العوان ديالاتهم. علاش مسكينة الوالدين ديالها كيتكرفصوا راهم مشات شدات ديك الطريق، وحتى وحدة فيهم ما كرهات أنها تعيش في بلادها. وهالشي كاين إحصائيات، إحصائيات خطيرة جدا، وكتكلموا العياشة، مازال كتهضروا، مازال عندك الجرأة تخرج تتكلم، مازال كتصفق الفساد. صورة الملك والعالم شوهتوهم، البلطاجي كيهز السيف على اليسر وكيهز صورة الملك على اليمين، أو العكس صحيح. وتخرج وتقول لي علاش ما كترفعش العالم المغربي؟ ها؟ كان يستوجب على الوالي يعقوب يكون في الحبس، لأنه هو اللي كان كيعطيهم السيوفة وكيعطيهم التصاور. شو هو صورة الملك؟ وشو هو صورة الإعلام المغربي؟ إذن اليوم إحنا جينا نحرركم العبودية، جينا نحرركم التبعية. يا قوم تبع، يا من يتبعون دون تحكيم العقول، يا من يتبعون الخراب دون تحكيم العقول، حكموا عقولكم قليلا، حكموا عقولكم قليلا لعلكم تفلحون. حكموا عقولكم. العياشة عايش بقلم 5 دراهم في النهار وكتتكلم، انتافض، انتافض على الفساد والمفسدين. الدولة في راسها هي كتهز شعار وكتقول يجب محاربة الفساد والمفسدين، وحنا خرجنا نحاربوا الفساد والمفسدين، ما دايرين شي حاجه خارج القانون. ومالكم كطيروا من المقله؟ ها؟ واش بغيتوا نوقف لكم الماء في الركابي؟ ما بغيتوش تسكتوا؟ ها؟ بغيتوش تسكتوا؟ كتكلموا. هادو اللي مصدعين علاش ما كترفعوش الاعلام المغربيه،
علاش ما تقدموش للجيش؟ علاش ما تقدموش للجيش وديروا خدمة يعني وتمشيو تحرروا كركارات إذا كنتم تحبون الوطن فعلا؟ الواعل فيكم حنا كنقولوا ليه داك كنسميوها الرمش، مخلص قانص تعرف فيه رمش فرقاعات ولا مفرقاعات، إذا سمعتوه ضرب وحدا دخلتي في الحرب، يلا وسير. إذا تحب الوطن، إذا كنت تحب الوطن، سير قدم راسك لأقرب لاباز ميليتير حداك وقول لهم أنا بغيت نمشي نحارب، نرجعوا للصحراء. يلا تقدموا. لذلك ما تبقاوش تتكلموا، ما تبقاوش تتكلموا في شي حاجة اللي ما قديش تواجهوها. احنا خرجنا على ملف حقوقي، غنرجع للعياشه اللي عندنا حتى احنا هنايا، ولا كيخرجوا كيقولوا لك ان هذه الحركه الاحتجاجيه تشل الاقتصاد، على اساس عندنا معامل، عندنا شركات، عندنا جامعات، كلشي خدام وكلشي مزيان كلشي فرحان. علاش؟ علاش كيقولوا هكا؟ لانهم ينتمون الى جمعيات نهبت وسرقت، وعند الخوف ان هنا غادي تكون شي حاجه سيتم محاسبتهم. دار العجزة أقولها من هنا وحمل المسؤولية الوزير ديال التعاون الوطني وكذا وكذا أنه يتدخل في الخط، لأنه تما كيقال أنه كاين حالة اغتصاب، طيحوا الكرش لشي نسات.